من مشوار من مدة طويلة سنة 80 يعني كم سنة يعني كنت مجند جديد في القوات المسلحة وكان دورنا ان احنا نلف في كل مكان نغني نرفق على الجنود على المرضى ده كان دور إدارة الشؤون المعنوية عموما الوطن هو غنى والغنى هو وطن مفيش وطن من غير غنى ومفيش وطن من غير غنى واستقرار مرة تانية بنشكر ربنا ان احنا في مدينة بعد عنها الشيء الثقيل القذر اللي هو الإرهاب وعشنا نغني تاني في سيناء سواء الشمالية أو سيناء الجنوبية.